بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفوطة 181 فول 2، حيث سوف نتعرف على كيف بإمكانك صناعة سيارة إلكترونية بهذا الشكل تمشي مسافات طويلة جدا. سوف تشاهد ذلك بأدوات بسيطة في متناول الجميع. طبعا بعد ذلك يمكن لك إهداؤها لأي طفل يعني موجود لديك في المنزل، ويعني الخروج إلى الشارع وتشغيلها، وسوف تشاهد بأنها تمشي لمسافات طويلة جدا بدون توقف. نمر إلى كيفية صناعة يعني هذه السيارة أحبابي في الله. طيب أحبابي في الله، فسوف تحتاج إلى يعني قارورتين أو يعني قنينتين، ثم يعني صغيرتين، ثم إلى أنبوبين. هذان الأنبوبين يمكن لك يعني كما فعلت أنا شخصيا قطع يعني القلم من هنا إلى هنا، ونفس الشيء بالنسبة للقلم الآخر، يعني هذا ما قمت بفعله أنا شخصيا. ثم بطارية 9 فولت، وأيضا موتور صغير. هذا الموتور يمكن لك يعني إيجاده مثلا في الراديو يعني القديم والأجهزة القديمة، وأيضا يعني يمكن لك شراءه ثمنه بسيط. راديو صغير أو يعني ليس راديو، يعني موتور صغير أو يعني موتور كبير على حسب يعني السرعة التي تريد أن تذهب بها يعني السيارة. ثم 4 يعني غلاقات خاصة بالقنينات، وأخيرا يعني عودين يعني خشبيين من هذا النوع، يعني يمكن لك أيضا استعمال مسمارين. بالتالي أول شيء سوف نقوم به، سوف نأخذ يعني القنينة، ثم نقوم بتركيب الأنبوبين هنا، يعني واحد هنا والآخر هنا، باستعمال في حالتنا شخصيا اي لاصق، يعني سيليكون في حالتنا شخصيا. بالتالي سوف اقوم بلصقهما. طيب الحين قمت بتركيب الانبوبين على القارورة، سوف اخذ يعني عود ومسمار واقوم بتركيب، يعني اقوم بانشاء ثقبة هنا مثلا، ثم اقوم بادخاله بهذا الشكل بهذه الطريقة، وأقوم بإدخاله في الأنبوب الأول كما سوف تشاهدون بهذه الطريقة، وأقوم بإغلاقه يعني غلاقة أخرى كما سوف تشاهدون. طيب بعد تركيب يعني العجلتين كما سوف تشاهدون أحبابي في الله، سوف أقوم الحين بتركيب البطارية في الأعلى هنا، وأيضا يعني الموتور يعني بهذا الشكل هنا كما سوف تشاهدون. عليه سوف أقوم بهذه العملية. طيب الحين قمت بتركيب البطارية هنا والموتور هنا، بطبيعة الحال سوف نقوم بربطهما بعد ذلك بال يعني الكيبل الموجب بالموجب والسالب في السالب. والحين سوف تأخذ يعني القنينة الأخرى وتقوم بقطعها من هنا كما سوف تشاهدون، ثم بعد قطع من هنا يجب عليك قطع يعني أجزاء من هنا كما سوف تشاهدون، إلى هنا، نفس الشيء بالنسبة لهنا، إلى هنا، إلى هنا، حتى يعطيك يعني شكل. ثم تقوم بضغطها يعني ضغط الأجزاء وحتى تحصل على هذا الشكل كما سوف تشاهدون، التي سوف تعتبر يعني المروحية الخاصة بال يعني السيارة، وهذه المروحية التي سوف يعني تدفعها لكي تسير بعد ربط يعني الموتور بال يعني المحرك بالبطارية. بالتالي سوف تقوم بإنشاء هذا الجزء كما سوف تشاهدون، ثم تقوم بربطه وهنا يعني أحبابي في الله تقوم بإنشاء ثقبة، ثم تقوم بربطه يعني بالموتور بهذه الطريقة، مع وضع يعني جزء صغير فارق بينهما كما سوف تشاهدون بهذه الطريقة. سوف أقوم بلصقه باللاصق. طيب الحين سوف تقوم بربط يعني كما ذكرت الموجب الخاص بالموتور بالموجب الخاص بالبطارية والسالب بالسالب، ولاحظوا مع الذي سوف يحدث. سوف أقوم بربطهما. لاحظوا معي. فتسير يعني بشكل كبير جدا. أنا الحين في الليل، ولا فلو وضعتها في الشارع سوف تذهب يعني مسافات طويلة جدا كما سوف تشاهد. مرحبا معي.
كان هذا كل شيء أحبابي في الله، أراك إن شاء الله في مواضيع جديدة بحول الله. لا تنسى الضغط على اللايك إذا عجبتك مثل هذه الأفكار، وتريد يعني أفكار لإنشاء يعني مواضيع جديدة بحول الله. طبعا يمكن لك إهداءها لطفل صغير، وإذا طلقتها يعني في الشارع فتمشي يعني بسرعة كبيرة جدا. أنا شخصيا الحين في الله ولا أستطيع الخروج كما تشاهدون، ف يعني قوية لاحظوا معي. علي نراكم في مواضيع جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. توقفي.